سعي دائم لبعث الأمل ومد يد الرحمة لكل مستحقيها. قناة حنا بعل تعتزم إنجاز عمل تطوعي إنساني نبيل بالتعاون مع نخبة من دكاترة ومختصين لكل من يشتكون من حروق وتشوهات خلقية سببت لهم وجعاً ومعاناة وعائقاً في التعايش والتواصل، وعجزوا على تأمين مصاريف العلاج. نزور بيوتهم حيثما كانوا في كامل تراب الجمهورية للمعاينة والتحري على وضعياتهم الاجتماعية. نحن نؤمن لهم مجاناً التحاليل، التنقل، الإقامة والتدخل الجراحي اللازم بالمصحة الخاصة عليسة ضفاف البحيرة تونس. حنا بعل معهم خطوة بخطوة إلى أن يعودوا بإذن الله معافين إلى عائلاتهم. للاتصال بنا ابعث كلمة رحمة على رقم الأسماس 878-87 أو عن طريق الموزع الصوتي 88-40-31-31. متطوعون لأجل إعادة الأمل لمن فقد الأمل. مرحبا بكم مجددا، وخليني نرحب بسيونس السلمي. مرحبا بك سيونس. اهلا وسهلا، شرفتنا. بارك الله فيك. سيونس في فورم انت هالنهارات، راه فيك في التلفز. ها والله، والاضواء الكاشفه الكل على الحكام وما ادراك ما الحكام. هو مفروض الاضواء الكاشفه، لان الحكم عنده دور. احنا ساعه انت تحكي على اعلام قبيله، في برشا حالات تلقى انه الحكم ربما مهضوم الجانب من صحيح. التغطية الاعلامية بتدور. انا قاعدين نداركوا في الامور ان شاء الله. ان شاء الله انا قاعدين نداركوا في الامور. سي جلال، شنو امورك مع باشا؟ يسلو فيك، فين وصلت؟ لا صحيح، صار اتصال مع سي مختار النفزي. بون كان بريفيو اليوم باش نقعدوا نحكيو، مالوريزمون هو عنده عندي بالمكشوف. لا هو عنده ارتباطات مهنيه، دونك جلنا الكلام، مازال ما تم حتى شيء رسمي. حاتم تحاول تاكد ان الكرسي اللي على يميني يا جلال رد الاصوات على الساتليت. لا يجيك طابلس، يجيك طابلس. هل يمكن اعاده المقابله؟ السؤال جاوبت عليه قبيله انت. لا يمكن اعاده المقابله. واذا كان تتكرر في مقابله في ميدان اخر؟ والله كل تعرف الفرق، فما المسؤولين نتاعها هما اللي ادرى. انا نشوفوا كيفاش الجامعه باش يكون موقفها مع مستقبل. انا مسؤول نتاع فريق، دونك من بالمنطق اني نسعى باش نرعى المصالح نتاع فريقي. اذا كان رانا الشروط القانونيه غير مستوفات، ما عليا كان نتمسك بالقانون. واضح. والاخلالات هذيا من غير ما نرجعوا لها صارت برشا مرات. فما برشا فرق خسرت مبارياتها نتيجه سوء تقدير للقانون. فوالا، سوء تقدير للموقف. شيخ قالوا لها القانون بالضبط. سي تو نمشيو من احلى فترات بالمكشوف هي كي نحكي، وسي جلال على الكرة. حوصل المقابلات الجولة 17 من الرابطة الأولى، ثم نرجع مع سي فريد أساسا حاتم وسي جلال. تفضل. Yeah.
على الاقل هالاهداف الجميله تنسينا في المشاكل اللي كنا نحكيو فيها في النصف الاول. 21 هدف سجلوا في الجوله هذه، رقم مش بطال خاطر الرقم القياسي عند الجوله 12 14 ب 24 هدف. مالناش بعد عملت كيف الاسبوع هذا فريد بن جاسم 23 بطبيعه حالك وقت اللي تكون فما اهداف الناس الكل كلنا نعملوا شيء مقابلات تتفرج فيها. والله يتفرج المقابله نتاع فريق اول القفصه بطبيعه الحال الترجي الرياضي ما كانتش فيها اهداف، ما شفنا فيها شفت فيها على مستوى الدفاع فريق اول القفصه قام بمقابله كبيره دفاعيا، لعب حسب امكانياته تعرف الفرق اللي تبدا تلعب في مؤخر الترتيب كي تلعب ضد فريق كبير يلعب الفريق الذكي واللي يلعب حسب الامكانيات تاعو، قفصه لعب حسب الامكانيات تاعها، الترجي الرياضي ما كانتش عنده النجاعه الهجوميه كما قال المدرب نتاعو نبيل معلول، على مستوى الهجومي ما خلقش فرص كبيره بطبيعه الحال لانه فريق القفصه كان متمركز كما يلزم وعمل بلوك في سير نومبر كبير التالي. دونك تفرج في مباراه حمام سوسه والنادي الافريقي اللي كان فيها يعني عكس مباراه الترجي والقفصه كانت فيها الاهداف. النادي الافريقي كان على مستوى الانتشار في الملعب كان افضل، على مستوى الهجوم النادي الافريقي لعب بزوز مهاجمين وموهبي كان وراء الزوز مهاجمين. قيس يعقوبي قاعد يشوف معناتها ربما يستعمل الخطه هذه في المباراه نتاع السودان كما قال هو. النادي الافريقي كانت عنده نجاعه كبيره على مستوى الهجوم، سجل اربع اهداف. وحمام سوسه ظاهر انه الفريق يمر بظروف صعبه بعد خروج المدرب نتاعو في الفتره ذي، قاعد يمر بظروف صعيبه شويه. حاتم فاش تفرجت انت؟ بون تفرجت بريسك معناها في المقابله هذه زيدها بيجا و كذا مال على بيجا النجم. بيجا والنجم معناها بالنسبه لي انا وبيجا معناها عطيت مقابله معناها ممتازه، معناها الناس الكل تكلمنا ما ندخلش معناها في التحكيم، معناها ثم هفوات صارت وثم يمكن سيونس تو زيد يفسر لنا هو معناها لا ما جاش يعملوا فيولتا ما بداوش لا انا معناها ثم هفوات اللي غيرت معناها نتيجه المقابله الحقيقه معناها كل احنا جمعنا في الاول لكن سيم جديد لكن اداء بيجا اداء بيجا فوق الميدان الحقيقه ما يستحقش الهزيمه معناها بالرغم من النجم راد الساحلي معناها افضل وين النجم راد الساحلي حاول وسرع في اللعب الحقيقه معناها خلق الفرص وعمل دونجي لكن بيجا نظنها كانت اقرب للتعادل المقابله كان يخرج جوسوس في رق معناها نقولوا فرحانين لكن هذا هو اللي صار وان شاء الله حظ معناها اوفر الفريق اولمبي البيجي لانه ما يستحقش البلاصه اللي هو فيها. جلال ترجي جرزيسي مازلت تتبعه انت؟ ايه معي اي والنادي الرياضي الصفاقسي. حكينا بربي على النادي الصفاقسي قبل ما تحكي على الترجي الجرزيسي خاطر ننساو اللي نحن نحكيو على النادي الصفاقسي. لا النادي الصفاقسي صحيح يظهر لي الفتره الاخرانيه كل يقدم معناتها في مقابلات كبيره. قام ثلاثه انتصارات مهمين. نبيل كوكي يظهر لي دخلوا في سياسه جديده حسب ما شفت تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي، يعني بدا يعطي فيه فرصه اكثر للشباب، بدا يفكروا في المستقبل. ما ثماش بريسيون تعرف كيف فريق يبدا يلعب من غير ضغوطات كبيره، دونك حتى على مستوى الاداء عادي جدا باش يكون الاداء نتاعو احسن، يظهر لي نبيل كوكي استغل الفتره نتاع الراحه هذه كما ينبغي، قدموا مقابلات ممتازه، زاد ما ننساوش ترجي الجرجيسي اللي بكل صراحه قدم في موسم ولو انه يمكن شويه على مستوى الفتره الاخرانيه النتائج معناتها ما تبعتش شويه، لكن يظهر لي قدم في موسم كبير برشا، زاد عديد اللاعبين اللي قاعدين يقدموا في اداء كبير، على شفت معناتها شاكر قاعي تو هذا الهدف الثاني يظهر لي في الفتره الاخرانيه ضد قفصه كان سجل هدف يمكن من 40 متر، كيف كيف شفناه مخالفه مباشره، دونك فريق محترم جدا يقدم في اداء ممتاز، عنده بعض الفرديات اللي يستحقوا الشكر، الحارس ايمن بن ايوب، دونك شفنا مقابله مفتوحه. الحاجة اللي عجبتني زاد كيف ترجي جرجيس رغم اللي حتى وضعيته في الترتيب يمكن 18 نقطة ولا 19 نقطة، لكن حسينا اللي تم سيرينيتي يلعب براحة كبيرة، فريق اللي يعرف يهاجم يعرف يدافع، دونك شفنا مقابلة حلوة برشا. النادي الرياضي الصفاقسي نرجع في كلمتين يقدم في موسم باهي، بدا يخمم في المستقبل نتاعو، لكن يبقى ديما لازمنا ننسوا شخصيا نشوف اللي فرط في نقطتين، خاطر اليوم كان شفنا على مستوى الترتيب بالمقابلات المتأخرة اللي يعتبروا صعب شوية كسؤال الترجي والا النجم الرياضي الساحلي، فريق صفاقس نادي صفاقس اليوم كان انتصر يكون على بعد نقطتين من نجم الرياضي الساحلي اللي في المركز الثاني، دونك يظهر لي نقطتين في الترتيب يعتبروا مهمين. صحيح. الملعب التونسي كيحكي على الملعب التونسي والنادي البنزرتي.
الملعب التونسي ثم زوز وضعيه ياسر وزوز اتصالات بالتالي. هو شوف هذاك الامتياز بالنسبه للملعب التونسي وكانوا اللاعبين نتاع وقت اللي ينزلوا الميدان ينسوا مشاكلهم. شفنا معناتها مشاو انتصروا وزيدوا نصوموهم انتصروا في المباراه في التنقل في حمام سوسه انتصروا ضد النادي هذا بنزرتي. الملعب التونسي فريق اكيليبري. الحاجه الباهيه في الملعب التونسي فما نقطه مهمه في الملعب التونسي الثلاثه اربع سنوات الاخيره تقريب الدفاع نتاعو يقبل اهداف نادرا وين يقبل اهداف، وفريق عندما يكون عنده دفاع معناتها مستوى طيب اكيد وكونه باش تكون النتائج نتاعو طيبه. يظهر لي الملعب التونسي قاعد يتغلب على المصاعب نتاعو على المشاكل نتاعو والنتائج نتاعو قاعده يظهر لي تدل انه فما تركيز كبير من الملاعبيه في الميدان. منظر سامحني تفضل 10 ثواني خاطر بصراحه خوف خوف انت كنت تمشي لباجه خوف على الترجي الجرجيس على خاطر ثم نقطه مهمه جدا يمكن بحكم علاقتي شويه مع تقريب من فريق بحكم علاقتي كوسوب شهاب والا علي الوريمي علي خاصه علي الوريمي مش نشكر فيه ولا مش من باب رمي الورود بكل صراحه ما حق كلمه في حق الرجل هذا على خاطر من الفرق اللي رغم الوضعيه الصعيبه من الفرق الوحيده يمكن اذا نعرفش الظروف الاخرى لكن اللي خالصين على داير مليم فريق معناتها استقرار اداري كبير برشا يشهدوا سنه ترجي الجرجيس وهذا يحسب للاداره وخاصه للرئيس نتاعهم. مش فاهم ضيف حاجه بالنسبه للنادي الافريقي هي حاجه مهمه برشا المهاجم ايزيشيل بالنسبه لي انا من احسن من النادي الافريقي عنده سنين تو ما شفناش اتاكون كيما هذا يلعب في النادي الافريقي يمكن الترجي يمكن الهلال السوداني زاد وحافز اربعه وحافز معنا خاصه المهاجم وقت اللي ستانس اللي ماركي ياخذ ثقه في النفس اهم خاطر مدافع اليوم انا نلعب ارير دروا مش مشكل عندي ندافع شويه حتى كان ما نلعبش بالكدا ديما كان واحد سلكها بالديفونس شويه لكن مهاجم كي تتعود على الشبكه وتتماركي تاخذ ثقه في النفس من اللاعبيه من الممرض من الجمهور وتولي تحاول اكثر وان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الافريقي. شفنا السلطاني ايزي شال زاد معناتها يمكن قيس يخمم فيهم على الافريقي في الاخر احنا راه لا هذاك اللي كان ينقص النادي الافريقي لان النادي الافريقي تقريبا التركيبه على مستوى الهجوم باقي السنوات الاخيره هي نفسها مويبي ذوادي وسام بن يحيى كان ينقصهم المهاجم الهداف اعتقد انه ايزيكيال قادر. النادي بنزرتي رغم الهزايم ثلاثه هزايم يعني بنتائج ثقيله باقي الثقه في مدرب ماهر الكنزاري. نقطة إيجابية زاد أيضا مهم جلال مهم جدا بطبيعة الحال. أول حاجة النادي بنزرتي تعرف أنه عنده شبان معناتها الملاعبية تاع النادي بنزرتي صغار في العمر برشا ناس ما يحبوش كلمة لاعب شاب لكن هما في الحقيقة صغار وأكيد باش يتأثروا بالنتائج وقت اللي تجيهم هزيمة ثقيلة شوية يتأثروا شوية لكن المسؤولين تاع نادي بنزرتي مشكورين اللي جدوا الثقة في ماهر بنزاري واعتقد جدوا في ثقه اكيد شافوا العمل نتاعو لانه احنا في تونس نحكموا بالنتائج لكن فما عمل راهو على مستوى المدى الطويل ديما فما عمل نتائج ممتازه في المباريات الوديه نادي المنزرتي. ثم مره فاينورد خسرت 10-0 ضد بي اس في والمدرب بقى معنا نحاول كان من بعد معنا ثم 3-0 10 معنا فاينورد اللي هو فريق كبير فريق كبير معنا في هولندا خسر 10 انا النتائج هذه ثم عمل والاداره مقتنعه بالمدرب مدرب شاب وعنده الامكانيه باش يواصل علاش لا انا نضحك لان النادي البنزرتي زاد فريق كبير وكان نشوفوا ثلاثه اهداف لتماركات نقولوا واش ندخل المدرب فيه المدرب قاعد يخدم على روحه ونادي البنزرتي ماشي على الطريق الصحيح ربي يعطي النادي الرياضي صفاقسي نحب نقول كلمه زاد انت النادي الرياضي صفاقسي راهو جاي يلعب في كل لعبك الشباب لعب حماد العقربي وذويب تاع قبل رغم النادي الرياضي صفاقسي كان بقيه الجمعيات الجلسه العامه ما تمتش وفما مشاكل رغم المشاكل وكاني نرجع لسي فريد وكاني بالفرق التونسيه كي تبدا عندها مشاكل يكون العطاء افضل. سي نوس فاكش تجيو في الجلسات العامه هاكا دايرين الحصه قدامك سي نوس احكي لي على القروان قروان وكل بوتو انت قلت لي لا معناها بوتو مزيان هدف مزيان على الاخر القروان الحقيقه معناها الاهداف الكل مزيان والقروان من اللي مسك مراد العقبي بزمام الامور حسينا اللي تبدل نوعيه اللعب نتاع القروان وحسينا شوف هو مراد العقبي كان لاعب انيق وممتاز يحب اللعب الكره المزيانه مخالفات دونك انا ما نشتغل وقروان راهو كل عام نشوفوه اخير المرسى خسر لانه قروان كان حاضر وقروان الحقيقه يستحق الانتصار نتاعو. والشبيبه فوتوكوبي من حمام النوم في الكوره في الكوره خساره الشبيبه ما عندهاش ملعب اللي يسهل لهم باش يلعبوا كوره معناتها الكوره مزيانه يلعبوا صوت برك ثم نصف